احنا طلعنا قوافل تهجير من الأدم، كانت وجهتنا على جرابلس. بهالمشي تبعنا بالباصات لحنا ما يقارب عددنا بين 400 و450 شخص، بيناتنا في نساء وفي أطفال. بقى استمر الطريق بمأساة كتير صعبة، والأمر كان في ذل، بحيث الذل يكون إنا موجه إنا من قبل شبيحة الأسد. وصلنا على حدود جرابلس، بقى هنيك رفضوا يفوتونا أنه لحنا ميليشيات ولحنا دواعش ولحنا أهالي حي القدم معروفين سوار وأهل البلد. يعني مهم، يعني تركيا تحججت بهذا الأمر مشان أنه ما حسن يفوتونا أنه لحنا دواعش ولحنا، وآخر شيء حط الحجة أنه معنا مجموعة من هيئة تحرير الشام، ولحنا ما معنا مجموعة، وقلنا لهم نحن شو بدكم ضمانات نرفع لكم القوائم أسماء نعطيكم السلاح بعد التحقيق بتسلمونا يا، رفضوا رفضا قاطعا الفوتة. اجى ثاني يوم 9 صباحا تواصلنا مع لواء الحمزة، ما طلع بإيده شيء. رجعنا تواصلنا مع لواء ثاني اسمه السلطان، هاللواء كمان قال عين خير بكرة على ساعة وبكرة وساعة وبكرة مدري شو. والله راح النهار كلياته ومضى الليل ونفس المأساة اللي قضيناها أول ليلة. اتصلنا بلواء تاني قال طول بالك عين خير إن شاء الله، من هون الساعة 6 في اجتماع الساعة 6 مساء مع الأتراك وقائد القادة الألوية بجرابلس. استنينا 6 7 8 9 ما في مجال أبدا، رجعنا لنفس المأساة. المهم إجا هون الهلال الأحمر، الهلال الأحمر قال احنا حنرجع نتواصل مع الحكومة السورية مشان تغير لكم وجهتكم. حكى مع الحكومة السورية وافقت تغير لنا وجهتنا على إدلب. صارت 9 صباحا اتفقوا بالعودة إلى إدلب. هون الكارثة الأكبر، هون الكارثة الأكبر. دورت الباصات ورجعنا القافلة، وصلنا على منطقة اسمها الصقيلبية، يعني فيها شبيحة لا توصف. ضيعة كانت كتير 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 مأساة. وصلنا أول قلعة المضيق آخر حاجز للنظام، فتشوا كان بده تفتيش، هذا بفوت هذا ما بفوت، بدهم يخلصونا من الأغراض، يخلصونا من أغراضنا. الأمور انحلت، فتنا بقى هون، فتنا على قلعة المضيق ووصلنا بخير وسلامة.